مشاهدينا الأعزاء عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يدعونا للنظر والتأمل في حياة المسيح، إنه ملكوت النور وسط الظلام. النادي الأرثوذكسي بعمان يحتفل بعيد الصليب المقدس. معايير وشروط لإعادة فتح القطاعات المغلقة وفي مقدمتها المساجد والكنائس. وفيها أيضاً الإنسان واللسان في حلقة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي في موضوع شفاء العالم، قال قداسة البابا فرانسيس في حديثه إلى المؤمنين الناطقين باللغة العربية المتواجدين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان: لننظر إلى المسيح بشجاعة ونتأمل حياته ونعمل معا من أجل ملكوته الذي بدأه في هذا العالم عندما عاش بيننا. إنه ملكوت النور وسط الظلام. ومضى قداسته قائلا: نحن مدعوون لبناء مجتمع ونظام مبني على المساهمة والمشاركة والتوزيع العادل بين الناس. وأضاف: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا وللمرضى والمتألمين، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في تحضير المستقبل معا ليسوع الذي يخلص ويشفي، وذلك في إطار تعليمه في موضوع شفاء العالم. قال قداسته: تأملنا في الأسابيع الماضية في بعض مبادئ تعليم الكنيسة الاجتماعي وفضيلة الإيمان والرجاء والمحبة من أجل الخروج من الجائحة وإنشاء عالم جديد أفضل. وقال قداسته: أرجو ألا تنتهي هذه المسيرة مع هذه التعاليم، بل تستمر ونواصل السير معا محدقين إلى يسوع الذي يريد أن يخلص العالم ويشفيه، والذي يمنحنا النعم حتى نشفي العالم ونعتني بالجميع. لذلك من الضروري أيضاً أن نتأمل في جمال وقيمة كل إنسان وكل مخلوق، لأنه ثمرة فكر الله. ومن الضروري أن نكون قريبين من إخوتنا الفقراء والمتألمين. هكذا سنكون قادرين أن نساهم في شفاء المجتمع وتجديده من الظلم وعدم المساواة والتدهور البيئي فيه. نحن مدعوون أن نحقق ملكوت الله على الأرض، أي بناء مجتمع ونظام اجتماعي يقوم على المساهمة والمشاركة والتوزيع العادل، وإلى إيجاد علاج ليس فقط لفيروس الكورونا، بل وأيضاً للفيروسات البشرية والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، فنبتعد عن اللامبالاة والاستغلال والمصالح الخاصة، ونشجع المشاركة والعناية والكرم واحترام الجميع في مجتمع متنوع. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Guardiamo a Cristo con coraggio, contemplando la sua vita e lavorando insieme per il suo regno, che egli ha inaugurato in questo mondo venendo tra noi. Un regno di luce immesso all'oscurità, di giustizia immesso a tanti oltraggi, di gioia immesso a tanti dolori, di guarigione e salvezza in mezzo alle malattie e alla morte. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية لننظر إلى المسيح بشجاعة ولنتأمل حياته ولنعمل معا من أجل ملكوته الذي بدأ في هذا العالم عندما عاش بيننا. إنه ملكوت النور في وسط الظلام، وملكوت العدالة في وسط العديد من الإساءات، وملكوت الفرح في وسط الكثير من الآلام، وملكوت الشفاء والخلاص في وسط الأمراض والموت. ليبارككم رب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر. احتفالا بعيد رفع الصليب المقدس، أقام النادي الأرثوذكسي في عبدون بعمان احتفالا دينيا بهذه المناسبة المباركة، اشتمل على العديد من الفقرات بحضور عدد محدود من الشخصيات الدينية والرسمية نتيجة الظروف الصحية الراهنة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. ترأس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس الاحتفال السنوي بمناسبة عيد الصليب المقدس الذي أقامه النادي الأرثوذكسي في عبدون بالعاصمة عمان بحضور عدد من الآباء الكهنة الأجلاء ورؤساء الجمعيات الأرثوذكسية وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي. وفي مطلع الاحتفال رحبت منى زغلول عريف الحفل وأمين سر النادي الأرثوذكسي بالضيوف الكرام، معلنة بدء الاحتفالية بالسلام الملكي، تلاه دعاء افتتاحي لقدس الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش الرئيس الروحي لمحافظة الزرقاء مباركا الاحتفال. أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب في رحاب النادي الأرثوذكسي العامر وفي هذه الأمسية الجميلة المباركة لنحتفل معا بعيد رفع الصليب المكرم. هذا العيد الذي دأب النادي الأرثوذكسي على الاحتفال به سنوياً لترتفع في سمائه الصلاة الربانية ولينال معكم البركة الإلهية، فأهلاً وسهلاً بكم في عرينه. نبتهل إليك رافعين قلوبنا وأيدينا نحوك، فبارك بنعمتك سنة صلاحك والكهنة والملوك والجند والهيئة الإدارية لهذا النادي الذي يحمل اسم استقامة الرأي الأرثوذكسي وأعضاؤه وجميع العاملين فيه وجميع أبناء وبنات الوطن، وسلمنا من الجوع والوباء والحروب ومن الأعداء المنظورين وغير المنظورين، صارخين وهاتفين وقائلين بقلب واحد وفم واحد: خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح ملوكنا المؤمنين الغلبة على البربر، واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. وعقب ذلك ألقى المهندس صفوان قاقيش نائب رئيس النادي الأرثوذكسي كلمة رحب فيها بالحضور، معربا للجميع عن سعادته بحضور صاحب السيادة والضيوف الكرام على الرغم من الظروف الراهنة التي حلت على العالم والبلاد، معتبرا أن هذا الحدث يعد انتصارا للكنيسة بشكل عام. بمناسبة غالية على قلوبنا جميعا، وهي رمز مسيحيتنا وعنوان وجودنا، ألا وهي عيد رفع الصليب المكرم الذي دأب النادي الأرثوذكسي على الاحتفال به رسميا كل عام في مثل هذا الوقت من السنة مع جماعة المؤمنين، والذي سنستمر بالاحتفال به عاما بعد عام إن شاء الله. في ظل الظروف الراهنة وأن أرغمتنا جائحة فيروس كورونا المستجد على العزوف عن التجمع لإحياء هذا الحفل المهم، فإننا في النادي الأرثوذكسي سوف نستمر بالاحتفال بهذه الأعياد وبكافة الأعياد المهمة، آملين من الرعية المسيحية المشاركة
عن بعد، لنوحد تضرعنا لإلهنا بأن يحمينا مما يدور حولنا الآن، ويجنبنا أي تطورات مؤذية في المستقبل إن شاء الله. وبعدها ألقى المطران خريستوفوروس كلمة معايدة للجميع بمناسبة عيد الصليب المكرم الذي يجمع الأحبة في هذا البلد، متأملا سيادته بأهمية الصليب الذي كان عربون محبة من الله للإنسان، فحوله من أداة عقاب إلى أداة خلاص. وقديش مهم بهاي الأيام الصعبة إنه نحن كمان نحافظ على هذا العمق الإيماني للصليب. الصليب مش هو فقط علامة، ولا هي خشبة اللي انصلب عليها الرب والمخلص يسوع المسيح، اللي كانت بالعهد القديم مصدر عار، واليهود انتقاما من المسيح وبشاعة للتفنن في موته أرادوا أن يصلب وصلبوه. ولكن هاي العلامة، الصليب اللي كان هو لعنة، اتحول بالمسيح لمصدر نعمة قوة وبركة. الصليب هو حياة اللي نحن منعيشها ونحن منجسدها في حياتنا اليومية من خلال المحبة. الصليب هو بيعلمنا كيف نحب بعضنا البعض، كيف نضحي، وكيف نحاول هذا الترابط اللي يكون بيناتنا برباط المحبة، لأنه الصليب هو الوحد ما بين الإنسان والله وما بين الإنسان والقريب، وفي المركز يسوع المسيح إلهنا المتجسد القائم من بين الأموات اللي انتصر على الموت بموته وأعطانا الحياة الأبدية. وختم سيادته كلمته بالتضرع للمسيح الإله أن يحول وباء كورونا إلى الخير، مخرجا الصالح منه ورافعا عن الوطن والعالم هذا البلاء، وأن يمنح الحكمة والمشورة الصالحة لقائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وللحكومة ولوزارة الصحة وللكوادر الطبية وكل من يبذل جهدا لسلامة وأمن المواطن. ربنا يبارك كل مؤسساتنا، يحمي الوطن، يحمي كنيستنا المقدسة، يحمي كل إنسان مواطن في هذا البلد الغالي وفي كل العالم. ربنا يحمي جلالة الملك وكل القوات الأمن والجيش وكل الأطباء وكل الكوادر اللي عمالها بهاي الأيام بتبذل كل جهود حتى تحافظ على سلامة المواطن. ربنا بشفاعة ونعمة الصليب المكرم يحمي كل إنسان في العالم. أمين. كل سنة وأنتم سالمين. وبعدها قامت جوقة رقاد السيدة العذراء المفرق بقيادة المرتل الأول في شمال المملكة الدكتور رامي سماوي بإثراء الحفل بلوحة فنية رائعة من التراتيل البيزنطية الخشوعية التي تخص هذه المناسبة المباركة. Aegios Theos, Aegios.
وفي ختام الحفل بارك سيادته ثمار الرمان وأضاء شعلة النار في مشهد ختامي رائع، طالبا من الله بقوة صليبه الكريم المحيي أن يحفظ ويبارك الجميع. قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن الحكومة وجهت الفرق المختصة لاستكمال وضع المعايير والشروط اللازمة لإعادة فتح القطاعات المغلقة وفي مقدمتها المساجد والكنائس. وأشار العضايلة إلى أنه تم بحث آخر المستجدات للتعامل مع أزمة وباء كورونا ومراجعة الإجراءات المتخذة حيالها، لافتاً إلى أنه وفقاً للخطة بخصوص عزل الأشخاص المصابين منزلياً فقد تقرر المضي قدماً في تطبيق هذه الخطة في حال تزايدت وتيرة الإصابات، لافتاً إلى فرض عقوبات على مخالفي تعليمات العزل والحجر المنزلي للمصابين بالفيروس تصل إلى حد السجن والغرامة المالية. من جهته قال الناطق باسم لجنة الأوبئة الدكتور نذير عبيدات إن ارتفاع أرقام الإصابات ليس أمراً مفاجئاً في ظل الانتشار المجتمعي للمرض، وتساءل عبيدات إلى أي عدد نستطيع التعامل معه دون تشكيل إرهاق للنظام الصحي، مؤكداً أن التصدي لابد أن يكون مشتركاً من خلال الإجراءات التي تقوم بها الحكومة والمؤسسات الصحية، داعياً المواطنين والمؤسسات إلى ضرورة الالتزام والتعاون في هذه المرحلة. برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني عبر صفحة فضائيات نورسات فيسبوك، استضاف هذا الأسبوع النائب السابق في البرلمان الأستاذ نبيل غيشان الذي تحدث في هذه الحلقة عن واجب العضو تحت القبة ودوره في الدفاع عن قضايا الوطن في شتى المجالات ووقوف النائب كذلك إلى جانب المواطن وحمايته خاصة في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة. فإلى هناك أبونا، أنا قلت لك أنه أنا دخلت 10 سنوات تحت القبة كنت صحفي، أنا بعتقد أنه كصحفي كنت أصل إلى كل ما أريد، يعني كانت العملية بالمناسبة كانت أنا بحكي عن 1993 لل 2003 في ذلك الوقت كان مجلس النواب مختلف عن الآن، العملية السياسية كانت مختلفة، العملية السياسية قاعدة بتتراجع للأسف في 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 منطقتنا العربية بشكل عام، وانت بتشوف الآن النزق والطريقة والأسلوب ويلا على الشارع ويلا، يعني أصبحت الناس مختلفة تماما. لكن أنا كنت أعرف دهاليز مجلس النواب كلها، يعني حتى اللي دخل بالثلاثة وتسعين نواب دخلوا بالثلاثة وتسعين، في ما منهم ما زالوا نواب حتى هذه اللحظة. أنا بعتقد هذا وضع غير صحي، ولا سيما إذا كان هذا النائب لا يقدم لجمهوره يعني لا يلبي مصالح جمهوره. أنا لا أعترف بمقولة الصوت أمانة، الأمانة عند رب العالمين، أنت ما إلك أمانة عندي، إلك مصلحة، صوتك لدي مصلحة، مصلحتك أن تدفع بالشخص الذي يحمل مصالحك ويحمي مصالحك ويدافع عنها وبالتالي يدافع عن مصالح الأردن ومصالح البلد. المواطن الذي ينتخب نائب وهذا النائب يجلس تحت القبة ولا يقوم بدوره ولا يدافع عن مصالحه، لما بتيجي أنا لا أفهم إنه عندما يأتي قانون برفع الضرائب على المواطن الأردني أن الأغلبية تصوت معه، الأصل أن لا نصوت معه وكنت لا أصوت معه. أنا بعتقد أنه النيابة في المنطقة العربية وجاهة ويجب أن تتوقف بهذه الطريقة، ويجب أن تكون قضية سياسية، قضية مطلبية، قضية الناس، أن تحمل هموم الناس، أن تحمل هموم الوطن، أن تدافع عن فقراء الناس، عن المهمشين. هؤلاء الناس بحاجة. اليوم انت لما بتحكي في بلد زي الأردن
يعني خلينا نقول الدخول دخل المواطن 500 دينار أردني 600 دينار أردني، هذا يعني واحد عنده في 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 بلادنا عنده 5 أطفال و7 أطفال و8 أطفال، نعم. شو بده يلحق عليهم؟ نعم. اليوم الفقر والبطالة والجوع تطحن المواطن في كل البلدان العربية، ولا يعني في كل المنطقة العربية يعني في مشاكل كبيرة في، نعم. في هذه القضية، نعم. لذلك المطلوب من النائب أن يحمل هموم شعبه وأن أن يدافع عنهم، ليس بالضرورة أن يكون معارضا وليس أن يكون صراخا أو شتاما، المطلوب أن تقف مع الحقيقة وتقف مع الناس، نعم. في ذلك. لكن للأسف في ناس بأخذوها مقاولة، يعني بدخل وبحاول أنه ما يطلع إلى أبد الآبدين، لا، هذا تأبيد مبزوط. أعلنت الجهات الرسمية في الأراضي الفلسطينية أن مدينة بيت لحم أصبحت مصنفة ضمن المنطقة الحمراء بعد زيادة عدد الإصابات فيها بفيروس كورونا، ولأجل ذلك ونظراً لارتفاع أعداد المصابين وافتقاد قدرة المستشفيات لاستيعاب المرضى، فقد قررت الجهات المسؤولة في الضفة الغربية سير الأمور بشكل اعتيادي ودعوة المواطنين إلى ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي بينهم. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. صنفت محافظة بيت لحم بالمنطقة الحمراء، وهو ما يعني أن تصنيفها أصبح خطيراً، وخصوصاً مع تزايد أعداد الإصابات بالكورونا بالآونة الأخيرة. هذا وقد اتخذت عدة إجراءات من قبل المحافظ واللجان والمؤسسات وبالتعاون مع دائرة الصحة، فها هي جهود وعطاء والتزام الأجهزة الأمنية على وجه الخصوص على أداء مهامها بكل مهنية واقتدار، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر البلاد بها بسبب جائحة كورونا. فهذا الالتزام يعكس حرص المؤسسة الأمنية على حماية المجتمع. المزبوط، إذا بدنا نحكي ونقيم الوضع في مدينة بيت لحم بنقول إن نسبة الالتزام لا تتجاوز 50%. المواطن مزبوط بيعرف انه في فيروس كورونا، ولكن الخوف منه قل عند المواطن فأدى الى التسيب وعدم الالتزام الصحيح والتباعد وقوانين السلامة العامة. بتحاول أجهزة الأمن عن طريق الشرطة تفرض السلامة العامة على الناس، وبنلاحظ لهم 3 أيام تقريبا وإلى آخره، ولكن بصراحة مدى التزام المواطن ضعيف جدا. أنا من الناس اللي بيقولوا يجب على المواطن أن يلتزم لبس الكمامة إن كان صحيح أو مش صحيح، لازم وضع الكمامة حتى يتفادى، لأنه أنا ما بعرف أني أنا مصاب أو غير مصاب. لو أنا فحصت بقول لك أنه أنا مش مصاب، بس أنا بدام ما فحصتش وما بعرف أني أنا مصاب أو غير مصاب، فأنا بفضل من المواطنين لبس الكمامة حتى يحموا نفسهم ويحموا غيرهم. فها هي مركز وأسواق مدينة بيت لحم تعج بالمواطنين مع حرصهم بارتداء الكمامات والمراقبة من قبل الأجهزة الأمنية الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير. وحسب التوقعات بأن المرحلة المقبلة ستكون الأصعب والأخطر في ظل ارتفاع الإصابات اليومي بالكورونا وعدد الوفيات المتصاعد، وخصوصا مع افتتاح المدارس، إضافة إلى أننا أصبحنا مقبلون على فصل الشتاء، فالجائحة أصبحت وباء مجتمعيا من حيث الأرقام. موجودين احنا بسوق بيت لحم، احنا شايفين هناك في التزام كبير من الناس، في وعي على موضوع المرض، موضوع الصحة، وإحنا بنتمنى من جميع أصحاب المحلات برضو يساعدوا كمان المواطنين على الالتزام في ارتداء الكمامات، وجود المعقم اليدوي، ومعا جميعا حتى إنه إحنا نساعد في دحر هذا المرض إن شاء الله. إحنا في بيت لحم بالنسبة لموضوع الكورونا والتزام الناس، الفترة هاي كان في ارتفاع كبير في عدد الإصابات، في التزام وفي قوى الأمن برضو موجودين دائما
في السوق وفي المناطق اللي فيها الناس، بيحاولوا يحثوا الناس على الالتزام، والناس برضو في تفهم كبير وفي نسبة وعي ممتازة يعني الحمد لله. هي بيت لحم كونها المدينة السياحية التي تعتمد على السياحة بالدرجة الأولى، فهي جميع المحلات السياحية مغلقة منذ أكثر من 7 أشهر. فجائحة كورونا التي ألامت العالم أجمع هي الوباء الأخطر. يتساءل العديدون من أهل المنطقة عن أسباب تصاعد منحنى الإصابة بفيروس كوفيد-19. السبب واضح جدا للعيان، عدم التزام الناس بالتوجيهات الرسمية الحكومية، بعدم التجمع، بالابتعاد عن بعضهم البعض، بوضع الكمامات الواقية، بعدم المخالطة، بالامتناع عن حضور التجمعات كبيوت العزاء والأفراح. وللأسف الشديد السلطة الوطنية الفلسطينية امتازت بالإعلام فقط، أما بمواجهة الأضرار للأسف لا توجد استراتيجية لهذا، بحيث أننا نرى الأفراح موجودة، التجمعات موجودة، بيوت العزاء موجودة، المناسبات موجودة، عدم ملاحقة الخارجين عن التوجيهات. وتشدد الجهات المعنية بالالتزام المواطن بالإرشادات الوقائية اللازمة من لبس الكمامات والتباعد وإلغاء جميع المناسبات. وها هي الدوريات المشتركة التي تحرص على السلامة للجميع، من دوريات راجلة ومن نشر حواجز لمتابعة مدى التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، إلى جانب الالتزام بالقانون ومنع أي ظواهر سلبية. بالنسبة لموضوع الالتزام الشارع أو الناس في الشارع والمواطنين بشكل عام بخصوص السلامة العامة والوقاية من هاي الجائحة، جائحة كورونا، للأسف إن هناك منحنى تصاعدي في مدينة بيت لحم في بعدد الإصابات عما سبق. ولكن يعني لو بدنا نحكي ليش عدم التزام المواطنين بالسلامة العامة، هناك أسباب كثيرة صراحة، ولكن يعني أنا بوجه رسالتي للجميع أن يجب الالتزام بلبس الكمامة، لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي. ممكن أنا أشيل الكمامة في لحظة ما، في اللحظة اللي أنا ممكن أكون فيها لوحدي أو هناك تباعد اجتماعي عن الآخرين، أنا هيك بكون مع أو ملتزم في سبل أو بسبل الوقاية العامة من جائحة كورونا. وبالتالي للأسف إن في بيت لحم بدأنا ب 17 حالة في أول مدينة أو أول منطقة بدأ فيها الفيروس في الضفة الغربية أو في فلسطين، أخذ المنحنى بالتناء ينزل ووتيرة الإصابات كانت أقل، ولكن للأسف في الفترة الأخيرة هناك تصاعد واضح تماما، ويعود إلى عدم الالتزام والرجاء الالتزام بسبل الوقاية العامة. للنورسات مارلين الحدوة من مركز محافظة بيت لحم. الإنسان واللسان كان مدار حلقة نقاش في برنامج صباحكم نور، الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، عبر اتصالات هاتفية أجرتها نورسات مع كل من الأب فرح حجازين والأب جورج القائد من هولندا والأب بطرس حجازين وأمين عام البطريركية اللاتينية الأب عماد علامات، حيث أجمع المتحدثون على ضرورة حفظ اللسان الذي يعد أعظم وسائل الاتصال بالآخرين، لكنه على صغره فهو وسيلة لتحصيل العذاب أو الرحمة. وأشاروا إلى أن المقصود بحفظ اللسان ألا يتحدث الإنسان إلا بالخير ويبتعد عن قبيح الكلام والغيبة والنميمة وغير ذلك. ما في شك لا يعلى على كلمة السيد المسيح القائل إن كل كلمة بطالة ينطق بها الناس سيغدون عنها حسابا يوم الدين، لأنك من كلامك تبرى ومن كلامك يحكم عليه.
وأيضا للقديس بولس: لا تخرجن من أفواهكم ولا كلمة فاسدة، بل ما يصلح منها ويفيد البنيان ويؤتي السامعين نعمة. وفي مكان آخر: اطرحوا الغضب والسخط والخبث والتشهير والكلام القبيح من أفواهكم، لا يكذب بعضكم بعضا، إذ أنكم قد خلعتم الإنسان العتيق ولبستم الإنسان الجديد. وفي مكان آخر: اجتنب الأحاديث الدنيوية الجوفاء، لأن أصحابها لا يزيدون بها إلا نفاقا، وكلامهم يتفشى كالآكلة. وللقديس يعقوب أقوال رائعة في اللسان وشره، قد يقول: إن جميعا نزل كثيرا، ومن لا يزل في الكلام فهو رجل كامل في وسعه أن يلجم أيضا جسده كله. انظروا ما أسهر النار التي تضرم غابة كبيرة، فاللسان أيضا نار، إنه عالم الإثم. لقد جعل اللسان بين أعضائنا، وهو يدنس الجسم كله ويحرق الخليقة كلها، ويحترق هو بنار جهنم. أما اللسان فما من إنسان يقوى على قمعه، إنه شر لا ينضبط، مفعم سما قتالا. به نبارك ربنا وأبانا، وبه نلعن الناس الذين صنعوا على مثال الله. والقديس بطرس أيضا يقول: من أراد أن تهنى له الحياة ويرى أياما سعيدة، فليكف لسانه عن الشر وشفتيه عن التكلم بالمكر. هنا موضوع هذا رائع جدا، والكلام هو عطية من عطايا الله، لأنه عطاها للبشر حتى يقدروا يتواصلوا ويتفاهموا فيما بينهم، فهو نعمة كبيرة من الله. ولكن أحيانا كثيرة بيكون هالكلام ممكن يكون كلام بيبني، وممكن يكون كلام هدام، ممكن يكون كلام يحرر، وممكن يكون كلام يقيد، ممكن يكون كلام يشفي، وممكن يكون كلام يجرح المشاعر. فهو وسيلة أعطانا إياها الله للإنسان حتى نقدر نتواصل ونتفاهم، ولكن استخدامنا أحياناً الخاطئ لإله ممكن يؤدي لنتيجة سيئة وجارحة لبعضنا البعض. مشان هيك القديس بولس بيصف اللسان، بيقول: اللسان صحيح هو عضو صغير، هو قطعة لحم طرية، لكنه مفعوله كتير كبير جدا. ونرى من حكمة الله لأنه انه حط اللسان ضمن سجن، ضمن سجن هو الفكين، ضمن الأسنان، لحتى الإنسان يضبط هذا اللسان بطريقة بطريقة لائقة حطوا بسجن لحكمة ربنا. حلو كتير. نعم، حطوا بسجن لحتى نقدر نحن نتحكم فيه مش هو يتحكم فينا. مشان هيك القديس بولس شو بيقلنا؟ هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير، هو نار قليلة، أي هو وقود تحرق. فاللسان نار، عالم من الإثم. القديس يعقوب رسالة الفصل 3 الآيات 5 و6. وبرجع بيقول كمان القديس يعقوب في الفصل 8: هو شر لا يضبط، مملوء سما مميتا إذا ما قدرنا نتحكم فيه. نعم. وأيضا كمان نعم، كذلك نقرأ في سفر الأمثال الفصل 18: الموت والحياة في يد اللسان، أحباؤه يأكلون من ثمره. فهون نفهم من هالشيء إنه الله بده يقول لأن حقيقة صادمة تتعلق بقوة الكلام واللسان، هو نعمة إلنا، ولكن أيضا في إله مفعول سيء أو استخدام خاطئ إذا نحن ما قدرنا نتحكم بهذا اللسان، وممكن يجلب لأن الموت والدمار، وممكن أوقات نسيء للآخرين من خلاله. أريد أن أشارك معكم نعم آية من المزمور، لربما هي مفتاح
في هذا الجواب كيف يستطيع الإنسان أن يضع صح التعبير حارسا وبابا لشفتيه لكي يلجم لسانه. مع صاحب المزامير نقول ضع يا رب حارسا لفمي وبابا حصينا لشفتيه. الباب هو اللي هو الباب والحارس هو اللي بتحكم في بكل ما يدخل وما يخرج من البيت أو من أي مكان، وبالتالي الشفاء هي بيت، هي باب اللسان. لذلك عندما نطلب من الله أن يضع بابا حصينا لشفتينا، وكأننا نطلب من الله أن يعطينا النعمة والحكمة لكي يكون كل ما يخرج من أفواهنا أو يتكلم به لساننا هو ما يختص بالله، وعندها نسمي هذا اللسان وهذا الإنسان إنسان فاضل ولسان فاضل. لذلك الإنسان عندما يتكلم بما يختص بالله واللسان هو إنسان فاضل. يعني إذا بنحكي بكلمات أيضا يعني بسيطة جدا، إنه كل إنسان إذا بيسيطر على كل كلمة، وكل كلمة ما بتخرج بدون إذن عقله وإذن قلبه، ولكن علينا أيضا أن نربي العقل والقلب على أن يكونا مسكن لله. عندها يستطيع أي لسان أن يتكلم بما في هذا القلب. فإن كان الإنسان محافظ على صداقة مع الله في قلبه وفي عقله، يستطيع بالتأكيد لسانه أن يكون لسان فاضل. قالت العرب لسانك حصانك وصنته صانك. لذلك لصون اللسان بمعنى أن نجعله فقط لما كرس من أجله. يقول الكتاب المقدس ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا وما زاد عن ذلك من الشيطان. بصراحة وببساطة لدينا الكثير من الزيادة، نحن للأسف في كلامنا، وبالتالي لدينا الكثير من الكلام الذي هو من الشر ومن الشيطان. كلامنا يجب أن يكون نعم نعم ولا لا وما زاد عن ذلك فهو من الشر. نحن نزيد للأسف الكثير، واليوم الشيطان يقول التفاصيل. نعم 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 للأسف. اليوم إذا نطلع أتوقع ولا أريد أن أكون مبالغ، 80% لربما من كلامنا وكلام زيادة. ربنا ميز الإنسان بالقدرة على التعبير بعضو صغير اسمه اللسان. التعبير عن كثير شغلات، يعني التعبير أولا عن المشاعر، التعبير عن ما في داخل الإنسان يعبر بهاللسان. الكتاب المقدس كثير حكى عن عن هالمجال، كثير حلو. نرجع لنص مهم اللي هو برسالة القديس يعقوب، اللي فيه تشبيه لضبط اللسان بتشبيهين. التشبيه الأول اللي هو اللجام والدفة. ليش أول شيء حكى عن ضبط اللسان؟ ليش؟ لأنه بتشبيه آخر كمان يحكي بالكتاب المقدس عن اللسان مثل النار، يعني ممكن تحرق الأخضر واليابس. يعني تطبيق هذا الإشي لما مثلا موجة الإشاعات تطلع إلى آخرها بتدمر الإنسان، مثل النار اللي بتحرق الغابات. الكلام اللي مش موزون والمش مضبوط هو أيضا بيحرق. فكتاب مقدس قد ما بيشبه خلينا نحكي هاي القوة اللسان، إنها بركة من ربنا، هي باللسان يسبح ويشيد وإلى آخره. أيضا بيحذر من خلينا نحكي المخاطر. عشان هيك برسالة القديس يعقوب بيحكي ألجن لسانك. اللجام اللي بنحط على الخيل اللي هو وجه الخيل. الدفة اللي موجودة بالسفينة حتى لو كانت باخرة كبيرة، الدفة الصغيرة بتوجهها. لما
اللسان يضبط نفس النص بيحكي من شأنه أن يفاخر بالأشياء العظيمة. هون الدعوة أنا بحكي إنه اليوم خلينا كلنا نجرب إنه لساننا يسبح ويبارك ويمجد ويشجع. يجوز بهاي الظروف اللي احنا موجودين فيها في كثير أشخاص ممكن نلتقي معاهم بحاجة لكلمة تشجيع. اللسان قادر إنه يرفع المعنويات وقادر يعزز الأشخاص وقادر يعطيهم روح جديدة. هاي الدعوة اللي أنا بوجهها اليوم من خلال نورسات من خلال البرنامج، إنه خلينا نستخدم اليوم اللسان للتمجيد والتسبيح والتشجيع. إلى هنا مشاهدين الأعزاء وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. النادي الأرثوذكسي بعمان يحتفل بعيد الصليب المقدس. معايير وشروط لإعادة فتح القطاعات المغلقة وفي مقدمتها المساجد والكنائس. الإنسان واللسان في حلقة من برنامج صباحكم نور. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.